السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الجزائر في إسبانيا. قبل ما أبدأ الفيديو، أتمنى منكم الصلاة على حبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع اليوم هو خاص برفض الفيزا الطبية. طبعا أنا تكلمت عن الموضوع هذا وقلت أن الفيزا الطبية هي فيزا مضمونة بنسبة 100%، وما زال نقول ونكرر أن فعلا الفيزا الطبية هي مضمونة بنسبة 100%، لكن الرفض له أسباب. أي إنسان لما يتقدم بطلب فيزا طبية لازم يتبع الخطوات اللي راح نذكرها الآن، وإذا اتبعها بنسبة 100% بإذن الله راح يتحصل على الفيزا. أول حاجة اللي هي الإثباتات والأدلة. الفيزا الطبية كاين الناس صراحة ترافيكو الوثائق تاعهم باللي راهم مرضى وبتواريخ قديمة وكل شيء. هنا ومن بعد تحصلوا على الدعوة من أي مستشفى خارج الدولة تاعهم، يعني من أي مستشفى أوروبية. هنا القنصلية راح تعطيك الفيزا حتى ولو بالطريقة هذه. المهم أن الوثائق اللي تكون أمامها تكون من طرف دكتور مختص ومعتمد، ويكون خاص بالتخصص تاعك، لأن طبعا أنت كي تدخل للقنصلية مش راح تلقى طبيب فيما يكشف عليك. هذه حاجة. من ناحية أخرى أن الحاجة هذه صعبة جدا جدا ويلزمها نفوذ ومعارف وإلى آخره. ما ندخلوش في الأمور هذيك اللي أنا ما نحبش نتكلم فيها صراحة. الآن راح نحكو على الناس المرضى، صح، اللي يحوسوا يعالجوا. الناس هذو كي تكون عندهم كل الإثباتات وكل الأدلة وكل البراهين اللي تثبت الحالة الصحية تاعهم، ولازم تكون الحالة تاعهم لا تقبل العلاج في الدولة الخاصة بهم، هنا راح يقدر يتقدم بطلب فيزا شنغن، طبعا بكل الإثباتات، بكل هذوك ليزوردونونس، يعني الوصفات الطبية، بكل الكشوف الطبية، كما نقولوا احنا بكل هذوك اللي راديو، كل الأشياء اللي تتعلق بالمرض تاعك. لكن كاين حاجة مهمة لازم ننتبهوا لها. علاش أنا في أول فيديو قلت لكم الناس اللي يلقوا معرفة أو نفوذ من ويعرفوا طبيب مختص أو اثنان لازم يديروها بتواريخ قديمة. هنا نجو للموضوع المهم أيضا، النقطة المهمة. النقطة المهمة هذه لازم نشرحها، أن لازم الإنسان على الأقل يكون عنده 5 سنوات وهو يعالج في بلاده، وفي ال5 سنوات هذه ما لقاش حل العلاج تاعه. هنا لما يدرس الملف تاعه ويقول لك صح السيد هذا راه عنده 5 سنوات والعلاج تاعه ما جابش نتيجة، وراه فعلا عرض الوثائق تاعه على، يعني يقول لك راه راسل الطبيب خارج الوطن في دولة أوروبية معينة، سواء إسبانيا أو فرنسا أو هولندا أو بلجيكا أو ألمانيا إلى آخره، راسلو واستجاب ليه وقال له فعلا رانا نقدروا نعالجوا الحالة تاعك. هنا راح ياخذوك بعين الاعتبار. وحتى أن باه نزيد نذكركم أن الناس اللي تقدموا بطلب فيزا طبية 5 أيام ماكسيمو، 5 أيام يرجعوا لهم ويعطوهم الفيزا بإذن الله طبعا. لكن الناس وشنو اللي خلاهم ياخذوا الرفض؟ طبعا نقص في الوثائق، نقص في الإثباتات، ما عندهمش وثائق بزاف، عندهم وثائق حديثة يقول لك مثلا ورقة راه دايرها عنده شهر ولا شهرين ويجي دوموندي في فيزا، هذا ما داواش يقول لك ثاني راه كاين تونس. والحاجة المليحة أن الإنسان بالنسبة كي يكون جزائري ويقدر يتحصل على وثيقة من
طبيب تونسي يكون مقيم في تونس، لان كما نعرفوا ان تونس هي دوله متطوره، به يتاكدوا بان السيد هذا ما عندوش امل انه يعالج في الدول العربيه. مثلا الوثيقه هذه تقول بان الحاله تاعها راهي مستعصيه ولازم تسرعوا له في اقرب وقت وتعطوه فيزا باه يروح يعالج عند الطبيب الفلاني في المستشفى الفلانيه كذا وكذا. الورقه هذه مهمه ومهمه جدا جدا، هذه حاجه. وحاجه واحده اخرى لازم تتاكدوا وتعرفوا ان ملف الفيزا الطبيه راه حساس ويدرسوه بدقه ودقه كبيره جدا، حتى ان بالنسبه للناس اللي يتسائلوا على الصالير ورولو في كونت ومنا وكونت اورو وكذا، هذوك معليش نقولوا راهم لازمين، ولكن مش بتضخيم كبير، ولازم تانيلو من راسكم الحاجه هذه. اذا عندك ريجيستر ادفع بها، اذا ما عندكش نورمال، واذا ما تخدمش ثاني نورمال، ولكن المهم تكون عندك الاثباتات والادله. لازم تكون عندك اثباتات وادله تاكد الحاله تاعك وتاكد ان عندك وقت كبير وانت تعالج في البلاد تاعك وما تحصلتش على نتيجه من هذا العلاج. هنا انا نضمن لكم بنسبه 100% راح تحصلوا على الفيزا الطبية، خصوصا لدولة إسبانيا. خصوصا لدولة إسبانيا راح تحصلوا عليها، لأن إسبانيا أصلا فيها لاشونس أكثر، فيها الفرص أكثر، تعطي الفيزا أكثر من الدول الأوروبية الأخرى. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. أي إنسان عنده أي استفسار أو أي موضوع يحبني نحكي عليه أو أي حاجة ما فهمهاش، يخليها في لي كومونتار، وانا باذن الله راح نجاوبه، وراح نخلي ثاني الرابط تاع الفيسبوك تاعي. اي انسان يحب يتواصل معايا انا دائما في الخدمه، طبعا هذا واجب عليا، وان شاء الله يا ربي يشفي كاع خوتنا وربي يسهل لهم ان شاء الله ويوصلوا للحلم تاعهم، سواء اوروبا سواء دراسه سواء اي حاجه كانت. ونتمنى انكم تبارطاجوا الفيديو هذا للماكسيمو باش يستفادوا منه اكبر عدد ممكن. وما تنساوش فضلا وليس امرا الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد ان شاء الله. ودوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.